مساء الفل عليكم اخواتي وحبايبي، كل سنة طيبين. النهاردة اخر يوم في السنة، خلاص 2021 باي باي كده، 20 بقى 22. خلينا بس متفقين على حاجة، ان شغل بقى اللي هو السنة الجديدة بقى انا هحط اهداف ومش عارف ايه، وهشتري عربية، يبقى عندي فيلا، يبقى عندي شركات وطيارة خاصة. مفيش الكلام ده. يعني انا بتكلم في النقطة دي مش انا اللي انا يعني وصلت ولا عملت حاجة، بس ايه اللي انا كنت كل ما باجي مثلا كل اول سنة باجي احط لنفسي اهداف، وبحط لنفسي اهداف يعني كبيرة على ايه، على موقفي اللي انا فيه، او مثلا كبيرة على المكان اللي انا فيها دلوقتي. يعني انت لما تبدأ السنة الجديدة حط اهداف لنفسك، وانت عايز تبقى احسن السنة دي وبتاع، بس السنة الجديدة برضو يعني هي زيها زي السنة اللي فاتت. الاسبوع فيه 7 ايام، اليوم فيه 24 ساعة، فما فيش حاجة جديدة. يعني هو نفس السبت، حد، اتنين، تلات، اربع، خميس، جمعة، يعني ما فيش حاجة جديدة. حط يا عم لنفسك اهداف وكل حاجة والدنيا، بس يعني ايه، حط اهداف تقدر توصل لها، او ممكن مثلا اعلى منها سنة، عشان لما توصل لحاجة مثلا توصل يعني للحاجة اللي انت قدرت تعملها دي، او اقل منها سنة، تحس ان انت عملت انجاز. انا بادئ السنة يعني بدور برد عنيف شوية، يعني سنة شكلها مبشرة بالخير. وتاني حاجة كنت عايز اتكلم معايا، هما الحاجتين بس دولت اللي طلعت بيهم في السنة اللي عدت دي. لما تحس نفسك اللي انت بدأت تعمل فلوس، و ايا كان يعني حجم الفلوس، مش شرط انت تعمل الوفات، يعني المهم اللي انت بدأت تكسب فلوس، واللي هي يعني بتعرف تصرف على نفسك وبتاع والدنيا، وبتحس كده اللي انت خلاص وصلت. صدقني ما تخليش الغرور يعني يملكك، عشان لو الغرور ملكك مش هتعرف تعمل حاجة. صدقني والله، يعني ساعات كده الواحد بيحس يعني خلاص بقى بيعرف يجيب فلوس وبتاع، بقى معتمد على نفسه، وكان زمان بياخد مصروف وبتاع. وطبعا يعني الحمد لله الواحد ما بياخدش مصروف من زمان قوي، يعني ايه، كانت ايام الدراسة بس الواحد صغير يعني، بس الواحد الحمد لله يعني بيشتغل من صغره يعني. بس فكرة ان انت بقيت خلاص انت معتمد على نفسك 100%، وبقيت بقى خلاص حسيت ان انت ايه، مش وصلت، اللي هو انا لما بعوز اعمل حاجة بعملها. صدقني الحتة دي بتضيع كل حاجة. بس يعني، ودي كانت تاني حاجة، يعني هما الحاجتين دولت اللي طلعت بيهم في السنة اللي فاتت دولت، واهم يعني نصيحتين في حياتي انا، اللي هو ما تخليش الغرور يملكك، وما تحطش حاجات في خيالك كده وتعيش خياله وبتاع، من كتر اللي انت بتشوف على السوشيال ميديا دلوقتي واللي بيشتري مش عارف ايه. سيبك انت من الكلام ده، انت حط اهداف على قدك انت، ولو عرفت يعني لو بدأت تعرف مثلا تجيب فلوس وبتاع والدنيا، اوعى الغرور يملكك، عشان لو الغرور ملكك كل ده باي باي. كل سنة طيبين ان شاء الله بإذن الله، تبقى سنة سعيدة كده على الكل، ويبقى فيها رزق كده وخير وبس. يعني كل سنة طيبين.